السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح لطريقة مشاهدة أي ستوري لأي شخص من دون علمه. مثلا أنا عندي بدخل على حساب هذا الشخص، مثلا أدخل على هذا الحساب اللي بعده، بعد كذا أقوم بعمل هذه الطريقة، نسحب من أقصى اليسار، وبعد كذا نقدر نقعد أقلب وأشوف إيش هي الحالات أو الستوري حقه من دون علمه. بمجرد ما أخلص أرجع بالطريقة هذه، وبكذا ما راح يبان معنا معه كذلك إيش إن أنا تابعته أو لا. فأتمنى أقدر أفيدكم شيء بسيط. كان معكم أخوكم خادم الناري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.